اقتحمت القوات الإسرائيلية مجمع ناصر الطبي في خان يونس وسط قصف إسرائيلي وإطلاق نار عنيف في محيط وداخل المجمع. وأكدت وزارة الصحة في غزة أن القوات حولت المجمع إلى ثكنة عسكرية وأجبرت كل من تبقى من النازحين والكوادر الطبية على إخلائه قسرا. من جهته قال الجيش الإسرائيلي إن قواته تنفذ عملية خاصة داخل مجمع ناصر. Israel army try to enter Nasser hospital now. Israel army forced my people to leave the hospital now. But my people is so scaring that will be killed here in Nasser hospital. All people is scaring to get out because Israel army has surrendered the hospital and we can't go out. Close, close, سكر الباب, سكر الباب, سكر الباب.